بإيدين أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخدرها، وساعدنا بإيدنا نطورها. بسم الله على الله توكل، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقلنا، واللي بينوي بجد بيقدر، لما يقل الخير ده ويكتر، نملك قوتنا وحريتنا. حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقلنا، واللي بينوي بجد بيقدر، لما يقل الخير ده ويكتر، نملك قوتنا وحريتنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. النهاردة حلقة مهمة ومختلفة جدا عن باقي الحلقات. النهاردة معانا مشروع مهم وخطير بيتمحور حول هاشتاج تصدر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الأسبوع الماضي وما زال، وهو انقذ المغرى يا ريس. كتير من المصريين ما يعرفوش كتير عن المغرى، لكن منطقة المغرى هي منطقة من ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، منطقة مهمة جدا في الاستثمار في الصحراء. الكثير من المصريين، مئات المصريين راحوا الصحراء بغرض الاستثمار وعمل حاجة مفيدة للبلد، لكن خلال رحلتهم في الاستثمار في المغرى ضمن المشروع المليون ونصف المليون فدان واجهوا الكثير من الأزمات والمشكلات هناك. إن شاء الله هنتكلم على أزمات مشروع المغرى وما يحدث هناك من أزمات، ونوجه رسالة إلى المسؤولين. لكن قبل ما نبدأ فقرتنا معانا حاجة مهمة جدا النهاردة، وهي أزمة سد النهضة. عارفين أن المشكلة ما زالت مستمرة بعد بيان وزارة الري من فترة بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، لكن الجديد هو اجتماع وزراء الخارجية من أثيوبيا والسودان ومصر في أمريكا بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أو الوصول لاتفاق بخصوص هذه الأزمة. الحقيقة امبارح صدر بيان مشترك من الدول الثلاث بأنه في اتفاق مبدئي على استئناف المفاوضات من خلال عقد 4 اجتماعات تفاوضية بين الدول الثلاث على مستوى الفني، وهي اللجنة الفنية، وخلال تنتهي المفروض الاجتماعات دي في 15 يناير المقبل، وكمان خلال هذه الفترة أيضا في اجتماعين مفروض لوزراء الخارجية في واشنطن. مفروض هذه الاجتماعات تصل لاتفاق حول قواعد التشغيل الخاص بسد النهضة، وكمان سنوات الملء اللي في خلاف كبير عليها بين مصر وأثيوبيا والسودان. لكن هل ستصل هذه الاجتماعات الأربعة إلى حل؟ هل تدخل أمريكا كوسيط في المفاوضات ممكن يحل هذه الأزمة؟ احنا معنا الدكتور عباس الشرائي، أستاذ جيولوجيا والموارد المائية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. دكتورنا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ شعبان. ازي حضرتك؟ الساده المشاهدين ربنا يخلي حضرتك رب. يعني انا وجهت اكتر من سؤال، واهمها هل هذه الاجتماعات الاربعه بالاضافه الى وجود ممثل من البنك الدولي في المفاوضات، وجود ممثل من وزاره الخزانه الامريكيه في المفاوضات ايضا، هل ممكن يحل هذه الازمه ونوصل لنتيجه فيما يخص النقاط الخلافيه الفنيه؟ يعني اولا احنا شفنا الحكومه الامريكيه ان يعني تقدمت بمبادره لاستضافه هذه الاجتماعات في واشنطن، والحقيقه ان خطوه مشكوره من الحكومه الامريكيه، هي مش مجبره انها كانت تعمل حاجه زي كده، والحقيقه احنا كنا بنتوقعها من الحكومه الامريكيه من سنوات، فبالتالي هي يعني جت متاخره شويه، لكن يعني انها جت، فهي يعني شكرا للحكومه الامريكيه على هذه المبادره، والحقيقه هي فرصه لمصر أن تتواجد في هذه القضية دولة كبرى زي أمريكا، وأيضا مؤسسة كبيرة زي مؤسسة البنك الدولي، أنهم أصبحوا الآن في موضوع سد النهضة،
فبالتالي سد النهضة انتقل من المفاوضات الوطنية اللي هي ما بين الدول الثلاثة إلى أنها تبقى دولية. فهنا دي خطوة كبرى في مرحلة المفاوضات. الحقيقة يعني أمريكا باجتماع الأمس هي ما كانتش تعتبر وسيط بمعنى كلمة وسيط، هي كانت بتستضيف الاجتماعات على أراضي أمريكية وبرعاية وباهتمام من الرئيس الأمريكي وفي حضور وزير الخزانة الأمريكي وممثل عن البنك الدولي، لكن ليس بدرجة الوسيط اللي هو يعني يبقى بالفعل مهتم بالقضية وعنده حلول ويتقدم بحلول للطرفين ويختاروا حل منهم أو غيره. لكن يعني أيضا وصلوا لنتائج، هذه النتائج كما كانت متوقعة الحقيقة، لأن احنا ما كناش منتظرين منهم يصلوا إلى اتفاق نهائي، لأن هذا الاجتماع كان لوزراء الخارجية، هو اجتماع سياسي، يعني هو اجتماع سياسي في مش فني سياسي. وبالفعل يعني كان المتوقع ان فعلا يبقى فيه اتفاق اولي على استمرار المفاوضات بحسن نوايا وفي اطار الاتفاقات السابقه زي اعلان مبادئ سد النهضه، وان الدول الثلاثه يبذلوا جهد ويبدو بعض المرونه للوصول الى اتفاق. لكن دكتورنا يعني لكن في نقطة مهمة، واحنا في تفاوض على مستوى الفترات الماضية، لكن هنا التساؤل، ماذا لو هذه اللقاءات او الاجتماعات الأربعة فشلت في الوصول لاتفاق فيما يخص الخلافات الفنية؟ ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انا عايز بس ابين لحضرتك يعني دلوقتي المفاوضات سوف تعاود الاتصال مرة اخرى وتستمر هنا. طب ما هو الفرق دلوقتي بين المفاوضات، يعني في لو اجتمعوا مثلا الاسبوع القادم او اللي بعده، ايه الفرق بين هذا الاجتماع مع الاجتماعات السابقه؟ الاجتماع القادم ده هيكون فيه حضور الطرف الامريكي والبنك الدولي كمراقبين، ما هماش كوسيط. والحقيقه اثيوبيا اكدت على كده، والتصريح بالامس هو البيان المشترك قال كده برضه. بالظبط، فهم كمراقبين. هنا بقى في نقطة مهمة قوي، الأول كنا لم نتفاوض وكنا بنطرح الرؤية المصرية أو بعض الحلول، إثيوبيا كانت ترفض. الوضع هنا هيختلف، لأن إثيوبيا لو رفضت وهناك من المراقبين يعني طرفين كبار زي أمريكا والبنك الدولي هيبقوا موجودين وهيشوفوا ما يدور ان في تعنت مثلا اثيوبي. بالظبط، هنا بقى هيبقى في شهود على التعنت الاثيوبي، وبالتالي انا متوقع ان اثيوبيا هتغير موقفها، وبالتالي لانها مش يعني برغبه منها انها فعلا كانت هتحل مع مصر، ولكن لان فيه دلوقتي في شهود وهي تحب انها ما تظهرش امام المجتمع الدولي بانها الدوله المتعنته. فاحنا اذا كان دلوقتي في حلول وسط، احنا كنا بنقول 7 سنوات هم بيقولوا 3 وما كانتش راضيه يعني تنزل عن كده. فاذا لما يبقى في حل وسط مثلا لو ب5 6 سنوات، هنا اثيوبيا هتبدا فعلا لازم هنا في هذه الحاله انها تتجاوب، والا هيبقى هي المتعنته. وهنا احنا ده موقف جيد بالنسبه لمصر ان يبقى في شهود وشهود كبار، ان هم يبقى شاهدين هذه المفاوضات ويعرفوا ان احنا بقالنا 8 سنين في هذا الوضع. لما يشوفوا بنفسهم، وبالتالي احنا متوقعين ان المفاوضات، وبعدين هم حددوا 4 اجتماعات. الحقيقه ما كانش في داعي لتحديد 4 اجتماعات، لكن كان المهم فعلا تحديد موعد للانتهاء. ما هم حددوا موعد الانتهاء 15 يناير. بالظبط، هو ده اللي كان الاهم، ان انت حطيت سقف في خلال شهرين تصل الى اتفاق. تجتمع بقى فيه مرتين او 10 مش مشكله، يعني المهم يخلص في حدود الشهرين. والحقيقه برضو في برضو نقطه مهمه، وهي ان هيبقى في زي تقييم شهري لوزراء الخارجيه، اجتماعات وزراء الخارجيه في واشنطن. بالظبط، خلال يعني هم دلوقتي احنا شهرين، كل شهر هيجتمعوا في نهايه كل شهر يقيموا ما تم انجازه في المفاوضات. هنا ده دخول امريكا في الموضوع حتى ولو مش بدور الوساطه الحقيقي، لكن امريكا دوله كبيره وما ترضاش انها تدخل في موضوع ويطلع بالفشل. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عباس الشرائي، استاذ جيولوجيا وبرد المياه بمعهد البحوث الافريقيه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. هو موضوع ازمه سد النهضه موضوع كبير، ونتمنى يكون في
حل خلال الشهرين دول، لأن حسب مصادر أثيوبية نشرت في صحف إن بعد الأربع شهور دول هيكون في استناد البند العاشر من اتفاق مبادئ الخرطوم بتاع 2015 بأنه هيكون في إدخال وسيط حقيقي في المفاوضات. احنا معنا كمان خبر مهم يتعلق بالمزارعين الكادحين، وهم مزارعين القمح، داخلين على موسم القمح، مفروض خلال هذا الشهر نبدأ في زراعة القمح. الكثير من الأزمات واجهها مزارع القمح العام الماضي، خاصة انتشار مرض الصدأ الأصفر، الكثير من الأصناف مجهولة المصدر منتشرة في الأسواق. احنا معنا الدكتور عبد السلام المنشاوي، رئيس بحوث القمح بمحطة السخا تبع المركز البحوث الزراعية. دكتور عبد السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك في شعبان؟ احنا داخلين على موسم مهم وهو موسم القمح، وكنا عاوزين نعرف من حضرتك بعض التوصيات الخاصة بزراعة القمح هذا الموسم، ونتجنب فيها ما حدث العام الماضي إن شاء الله. الأول تحياتي لحضرتك في شعبان، وتحياتي لكل مشاهدينك الكرام، وكل عام وإخواني المزارعين بخير، ونسأل الله عز وجل أن يكون العام عام خير على المزارعين وعلى مصرنا الحبيب. تمام. الحالة بقول لإخواني المزارعين، أن الإنسان المزارع يتوكل على الله ثم التزم بالتوصيات او بحجم التوصيات الفنيه بحيث يؤديها في الوقت المناسب وبالكيفيه المناسبه وبالكميه المناسبه، ان شاء الله ده هيكون سبب ان هو يوفر المدخلات او المصاريف، وفي نفس الوقت يحصل على عائد عالي من الانتاج اللي بيحقق للاول المزارع عائد، وبعدين على المستوى القومي يعود عليه بالنفع او يعود على المستوى القومي بالخير او بزياده العائد القومي. ولو تاملنا الحجم التوصيات، كلمه حجمه قوتها في ان هي تكون حزمه، اذا حصل خلل فيها فليس لها قوه. طب التوصيات، احنا عاوزين ندخل في التوصيات يا دكتور، توصيات على طول. على طول، فلابد ان احنا ناخذ الحجمه بالكيفيه. اول واهم حاجه في حجم التوصيات اختيار الصنف، واختيار الصنف ان انا لابد اختار الصنف العالي الانتاجيه مقاوم للامراض، وتابع السياسه الصنفيه، لان السياسه الصنفيه عباره عن خريطه بتحدد المناطق اللي بيجود فيها الصنف، وبيعطي افضل انتاجيه في نفس الظروف، بيتجنب حدوث الامراض، ومن هنا بنلاقي سياسه عنفيه بتمنع او بتحرم اصناف زي 6-12 او جميزه 11 او شندويل واحد من الزراعه في الوجه البحري. وهناك الاصناف الموصى بها في الوجه البحري زي صنف جزيمة 71 و 6-14 وجميزه 12 ومصر واحد ومصر اثنين وسخ 94 وجزيمة 68. نلتزم بالاصناف المخصصه لكل منطقه. اذا دخلنا منطقه الوجه الابلي بنلاقي نفس الاصناف مع الاصناف الاخرى اللي هي زي 6-12 من بدايه اسيوط وانتريح ابلي، جميزه 11 من الفيوم وانتريح ابلي، فبالتالي نلتزم بالسياسه الصنفيه يجنبنا الامراض، وفي نفس الوقت بيعمل توازن، لان احنا عارفين ان الصنف مفيش حاجه اسمها مقاومه مطلقه في الصنف، الصنف ربما تكسر مقاومته بعد فتره، وفي نفس الوقت من فضل ربنا ما فيش سلاله مرضيه او مسبب مرضي يقدر يكسر مقاومه جميع الاصناف، فاذا كان عندي اكثر من 5 أصناف أو 6 أصناف فبيحدث توازن، حتى لو تم كسر صنف مقاومه صنف او اثنين عندي مجموعه الاصناف الاخرى مقاومه وبفضل الله يقدر يتجنبها. بقول لاخواننا المزارعين هو لازم ياخذ الاصناف المسجله من قبل الوزاره واصناف معتمده وتكون مسجله، اما الاصناف المتداوله الغير مسجله زي الفرعوني والشبح والهجين دي كلها اصناف مجهوله، في ناس مستفيده منها وبتدعم وتروج لها، فيتجنب تماما ان انت تاخد الاصناف دي، لان كله كلام مضلل وليس حقيقي. ولو هذه الاصناف ترقى ان هي تكون صنف كانت اجتازت الاختبارات تسجيل وتم تسجيلها واعتمدت. والفرعوني، الفرعوني وايه يا دكتور؟ الفرعوني وايه؟ الفرعوني والشبح والهجين والخارق كلها اسماء مسميات يعني بيختلقوها او حاجه اسماء محفزه او مشجعه الناس تشتريها. فرعوني، خارق، شبح، هجين، كلها اسماء. طب نقطة كمان يا دكتور فيما يخص الصدأ الأصفر، يعني هل نعم ازاي المزارع من البداية يواجه هذا الصدأ في دقيقة واحدة معلش؟ نعم، عشان يواجه الصدأ أول حاجة أختار الصنف المقاوم، ثاني حاجة إن أنا من بداية شهر نهاية شهر يناير أبدأ أتابع بحيث إن أنا إذا كان في أي إصابة يبدأ يعالج في الوقت المناسب، لأن من أهم دعائم أو من أهم أساسيات نجاح المقاومة المكافحة الكيميائية وقت اكتشاف الإصابة، إذا اكتشفت الإصابة في الوقت المناسب
بيتم بفضل الله القضاء عليه وبتكون المكافحه ناجحه. اما اذا تاخر وقت الاكتشاف وانتشر في الهواء بشكل كبير بتكون المكافحه غير مجديه او كفائتها اقل جدا. يبقى لابد ان انا اختار الصنف المقاوم والتزم بالصنفيه، لان السنه اللي فاتت من ضمن الاسباب اللي ادت لزياده الاصابه بالامراض طبعا الظروف الجويه كانت ظروف السنه اللي فاتت ظروف مناسبه جدا، عشان ظروف المرض محتاج جو ممطر وفرق درجات حراره الليل والنهار، وده كان متوفر السنه اللي فاتت. بالاضافه ان تسرب الاصناف اللي كانت ممنوعه زي سيس 12 كان ممنوع زراعته في وجه بحري، وبعض المزارعين تم زراعته، فبالتالي سبب مشكله ان هو حساس جدا للاصابه مع التطور الكبير للمرض فيه، فبالتالي ادى سبب لوجود يعني عبء جراثيم كبير جدا، وبالتالي حصل كسر مقاومه بعض الاصناف نتيجه للعبء الجرثومي الكبير او الحمل الجرثومي الموجود في الجو الكبير بالنسبه للمشكله دي. انا بشكر جدا حضرتك دكتور عبد السلام المنشاوي رئيس بحوث القمح بمحطه سخا من اكبر محطات في مركز البحوث الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله تكون معنا في حلقه في المستقبل. مشاهدينا هنطلع لفاصل وهنرجع نناقش ازمه انقذ المغرى. يا ريس انتظرونا. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون، وحوار حول هاشتاج انقذ المغرى يا ريس. بعيدا عن الهاشتاج، في الكثير من المشكلات في المغرى ومشروع المليون ونص مليون فدان. احنا معانا ثلاثه منتفعين ومستثمرين في مشروع المغرى، هنتكلم معاهم بتفاصيل عن هذه الازمات وعن حلولها. معانا استاذ محمد وهدان مستثمر منتفع في المغرى. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. والاستاذ محمود سلامه. اهلا بحضرتك استاذ محمود منتفع في المغرى. ومعانا كمان استاذ محمد رماح. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم استاذ محمود. احنا هنبدا باستاذ محمود سلامه علشان هو لسه كان قايل لنا قبل الهوا ان هو لسه راجع حالا من المغرى. انا عاوز ببساطه اللي شفته هناك في المغرى، يعني انت قضيت خمس ايام او ست ايام هناك، انا عاوزك تحكي لي ايه اللي شفته هناك خلال خمس سنين. هو في البدايه يا فندم انا بحب الاول اوجه رساله شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقول له في هاشتاج كده انقذ المغرى يا رئيس. انا رحت المغرى يوم الجمعه اللي فاتت، دخلت مدق الغاز الساعه 8 الصبح، غرست اكتر من ثلاث او اربع مرات، اول مرحله واطلع منها، ثاني مرحله واطلع منها، ثالث مرحله واطلع منها، رابع مرحله، خلاص لحد الساعه 4 العصر. لا في شبكه، لا في شبكة موبايل، ولا في أي حد بيعدي عليا، كل عربية بتدخل على مدق الغاز بتغرز، تيجي عربية تانية تغرز، عربية تالتة تغرز. ده مدق الغاز ده هو الطريق الوحيد؟ ده الشريان، ده الشريان الرئيسي لدخول المشروع. ملاك المغرى كلهم بيدخلوا من مدق الغاز، ده المدق الرئيسي. عدد المتفقين قد إيه هناك؟ حوالي من 700 ل 750 مزرعة. مزرعه مساحتها قد ايه؟ 236 فدان، 230 فدان والست فدادين دولت الطرق الداخليه وخدمات للارض. ماشي اتفضل كمل. حضرتك انا خلاص كنت فقدت الامل ان انا مش هطلع من على الطريق ده. لحد ما في شخص كان غارز مشي حوالي 15 كيلو، جاب جرار ب 1000 جنيه علشان يطلعوا من المكان اللي فيه الغرز. في الطريق بتاع الغاز حوالي 2 متر وقعوا انهاروا مع السيول، اصبح الطريق في مسافه حوالي 600 متر ل 700 متر مقطوع. مفيش طريق خالص. ربنا ييسر وطلعنا على خير بعد الساعه 4. طلعنا لحد الشركه المصريه غرزنا تاني. وطلعنا حفرنا تحت العربيه، وانا معايا عربيه دفع رباعي. اشتغلت مره، والمره التانيه خلاص مفيش دفع رباعي. فمشيت ووصلت المكان اللي انا هبيت فيه، وبيت عشان اوصل لارضي بقى تاني يوم او تالت يوم، اروح ارضي مش عارف اوصل لارضي.
بقالي سنة ونص بدخل المغرى مش عارف اوصل لارضي، لا في مدق فرعي اللي هو بيربط القطع ببعضيها، مفيش اي طريق تماما. اضطريت ان انا اجيب دليل عرباوي مشي قدامي مع متابعه مع مهندس مساحه، ابعت له اللوكيشن يقول لي خش شمال خش يمين، مفيش طريق اصلا. فانا عباره عن بمشي في قلب الرمله انا ونصيبي بقى. طب انا هشتغل ازاي؟ طب احنا استاذ محمد وهدان حضرتك، هو على كلام الباشمهندس على كده مفيش حد زارع ولا في زراعات قائمه هو حضرتك هو لكن مفيش خدمات. هو حضرتك الشريان الرئيسي للمزارع دي كلها الطريق. انا لو زرعت النهارده وعندي حد في المزرعه عمال ايا كان شغالين حصل له حاجه ومفيش طريق هيموت، هوصل له ازاي؟ مفيش شبكه محمول، مفيش ميه شرب، مفيش اي خدمات، ولا نقطه اسعاف ولا نقطه شرطه ولا بنزينه. لو مثلا معاك عربيه معاك معلش، لو في عمال معاهم موتوسيكل وشطب بنزين، انت قاعد في جبل مقطوع. يا ريت الزملاء بس يعرضوا لنا الفيديوهات اللي احنا يعني حضرتك خليني زرعت النهارده واجتهدت فعلا وجهدت وزرعت زي ما بالظبط احنا حفرنا البير. البير كلفنا ضعف الـ يعني تكلفته الحقيقيه عشان الطريق. احنا كنا متخيلين اما احفر البير شركه الريف المصري الزمتني مش هتاخد محضر استلام وتبين لنا جديتك غير ما تحفر البير تيجي تاخد محضر استلام الارض. حفرنا البير كلفنا يعني ما كانش فيه مشكله بالنسبه لنا ماديا بس عشان نستلم ونشتغل. تمام. استلمنا حضرتك الارض مش عارفين نوصل لها. انتوا مستلمين الارض من امتى؟ حضرتك مستلمين داخلين في سنه. لا أنا... احنا كاتبين يعني العقد احنا من سنه ونص استلمنا على اساس ان احنا في ارض بابار وفي ارض من غير ابار. اللي بابار احنا قعدنا فتره كبيره ان احنا نحفر الابار، وبعد كده الريف المصري اتصل بينا تليفونيا ان انت تيجي تمضي العقد. رحنا مضينا العقد في شهر 3 بنبص، طب انا ما جاليش طريق عشان استلم الارض. قال لي ما انا كاتب لك التاريخ من شهر 7. شهر 7 الطريق هيوصل لي؟ هيوصل لك يا فندم. شهر 7 2000 شهر 7 اللي فات 2019 عدى 8 و9 و10 و11 ومفيش معالم لطريق، وانا مصور حضرتك مفيش معالم لاي طريق يدخلني الارض. وكمان كان في الزام اذا ما روحتش وردت 5% من قيمه الارض واستلمت اللي انا دفعته يبقى راح عليا. طب احنا نروح للاستاذ محمد رماح وهو فيما يتعلق بكراسه الشروط. انت دلوقتي لما اشتريت كان مفروض تدفع في التزامات وفي عليك واجبات مفروض تلتزم بيها تجاه شركه الريف المصري. هل شركه الريف المصري او الجهات المسؤوله عن المشروع التزمت بتنفيذ هذه الاشتراطات الموجوده في كراسه الشروط؟ لا طبعا، احنا من اول القطع اللي استلمت في الريف المصري القطعه رقم 3 في بدايه المشروع 1.5 مليون فدان، الكلام ده من 2016. تمام. فطبعا احنا اول ما قرينا كراسه الشروط ورحنا طبعا كان في كنا رايحين طبعا ان الريف المصري مسهل كل الامور على اساس ان الطرق البنيه التحتيه هناك في المغرى موجود. تمام موجوده وكل حاجه تمام. فاحنا طبعا حاطين في دماغنا ان المشروع ده من اهم المشروعات العملاقه في مصر طبعا. مشروع 1.5 مليون فدان، ومنطقه المغرى هناك حوالي 280 الف فدان. تمام. ال 280 الف فدان ما فيش طرق طريق واحد رئيسي ينزل 280 الف فدان. هو طريق مدق الغاز، هو مدق الغاز ودي يعتبر العمود الفقري بتاع المنطقه هناك ومش معمول. لكن هم بداوا بيه في بالفعل. نزل ثلاث شركات بالفعل اشتغلوا فيه، ما نقدرش ننكر حاجه زي كده. يعني في شغل، ولكن ما عملوش. يا ريت الزملاء يعرضوا لنا الفيديوهات يا جماعه. ولكن ما عملوش حساب لطبعا للسيول، لان طبعا منطقه هناك منطقه سيول معروفه، المغرى مضاف سيول منخفض القطاره، ان منخفض القطاره دي طبعا يعني عندك حضرتك القطعه ثلاثة بتاعتنا جنب الجبل. وزاره الري في مخرات سيول وفي حاجه زي كده ولا لا؟ يا باشا مفيش، المغرى ما فيهاش اي بنيه تحتيه يا فندم. حضرتك نفذوا الطريق استاذ شعبان ماشي، ما عملوش حساب للسيول. الطريق بعد ما خلص منه حوالي 50% تمام، الطبقه الاولانيه كلها، فجيت طبعا اليومين السيول اللي فاتوا جرفت كل، وطبعا الفيديوهات موجوده، هي شالت الطريق ماشي. شالت الطريق خالص. المفروض يبقى في مواسير تحت الطريق تعدي الميه بتاع السيول، ومجرى السيل يبقى معمول حسابه في الكلام ده.
ودلوقتي في شركه حاليا شغاله بتنفذ في اول 15 كيلو، ودول برضو نفس الشغل القديم اللي السيل شاله، هم بيعملوا نفس الفكره تاني. طب والرصف، الرصف بيكون ازاي يعني يا باشا؟ الرصف هناك ما فيش اسفلت يا فندم، احنا بيجيبوا طبقه خرسانه حوالي 15 سنتي يفردوها على الطريق يا فندم. وطبعا هناك بينزل معدات تقيله ونقل وعربات نقل وجلدرات وكلام من دي بتفكك الطريق من بعض. فاحنا طبعا عايزين الريف المصري، طبعا احنا اتدخلنا معاه كم مره ورحنا عرضنا المشاكل مع الريف المصري، بس للاسف الظاهر ان الموضوع اكبر من شركه الريف المصري. يا فندم مصر تتمتع حاليا الخمس سنوات اللي عدوا انها امكانياتها عاليه جدا في موضوع الطرق والكباري، وده دليل للناس كلها طبعا. يعني ما شاء الله على الطرق والكباري اللي اتعملت الفتره اللي عدت، يعني ده طريق ولا يمثل واحد من 100 من اللي بيحصل يعني بالنسبه للطرق اللي اتصرفت واتعملت والتكاليف. لكن مش شركه الريف المصري تم اسندت هذا الطريق لشركه يا فندم؟ انا كمنتفع، انا كمنتفع شركه الريف المصري ادتني عقد والزمتني ببنوده. ايا كان شركه الريف المصري ادت الطريق لمين؟ هي المسؤوله بالنسبه لك. انا بالنسبه لي ما فيش قدامي غير الريف اللي بيطالبني بالقسط اللي عليا، وهو اللي بيلزمني ببنود العقد، المفروض يكون ملزم قدامك بهذه. لكن الريف تصرف ادى المناقصه لحد يقدر يقوم بيها مظبوط او يفشل فيها، دي مش جزئيه بتاعتي انا، ماليش اتدخل فيها، انا مش تخصص طرق، فكل واحد له تخصصه. يعني احنا بنطالب ان احنا بنناشد سياده الرئيس، احنا يعني بنخسر مجهود واموال، وفي ناس ممكن تموت من يعني الوضع صعب جدا. طب بالنسبه لباقي الخدمات اللوجستيه هناك بعيدا عن الطريق، وده يعني مشكله احنا عارفينها وناشدنا اكتر من مره الجهات المسؤوله ان هم يعني ينجزوا هذا الطريق باعتباره ان العمود الفقري زي ما قلتوا، لكن في الكثير من الخدمات الاخرى المفروض يتم توافرها في المشروع. شركه الريف المصري يا فندم في كراسه الشروط حسب كراسه الشروط نزلت ليا الخريطه دي. دي اللي هستلم على اساسها المشروع ومزرعتي، بتقول لي ان في منطقه خدميه، في منطقه لوجستيه، في منطقه صناعيه، في قريه خدميه، في مجمعات، في ميكنه زراعيه، في مركز بحوث، في ارشاد زراعي. كل ده ملوش اي حتى التحليه ملوش اي معالم هناك، لسه ما فيش حاجه من مفيش اي حاجه يا فندم. زوما لا يا ريت يعني ممكن تعرضوا لنا الفيديوهات والصور اللي موجوده معانا، اتفضل يا باشا. انا دلوقتي عايز ادخل ارضي مش عارف اشتغل. انا دلوقتي الريف المصري عدى من فتره السماح او فتره الاقساط شهر 2 3، طب انا برضو مش عارف ادخل الارض. هم ادوكم فتره سماح صح؟ قد ايه؟ 3 سنين عشان يسد الاقساط، بحيث انا دلوقتي في منطقه المغره علشان تزرعوا. انا دلوقتي في منطقه المغره يا فندم، انا عندي نسبه ملوحه. بعد اذن الاستاذ محمود، في جزئيه فتره السماح دي احنا معانا بعض الصور اللي الضيوف جابوها معاهم من المغره، وده الطريق موجود وفي العربيه غرزه في الطريق اهو. اشرح لنا بقى، انت كنت هناك صح؟ انا اللي كنت هناك ودي عربيتي. اتفضل. انت ايه زعلان على العربيه ولا والله مش عارف اقول ايه، بس انا كنت بطلع من مكان وانزل في مكان تاني. يعني مجرد ان اطلع يعني واتعب. ده المفروض يكون الطريق ده المكان ده بالذات ده قدام المهندس احمد خيري رئيس شركه الطرق، شركه المهندس احمد خيري، وهو دي عربيته، وبعت العربيه تطلعني تمام، وطلعني وغرست، وطلعني وغرست تاني، وده نفس المكان ده وانا جاي طالع من المشروع، وانا داخل المشروع ده كان نفس المكان برضو. يعني ده تصادفت في نفس المكان. قلت له انا هغرز، قال لي هطلعك، وفعلا طلعني. وانا قلت له يا باشمهندس انا عايز افهم، انا دلوقتي الطريق ده، قال لي ان المكان ده، المكان الخاص اللي هو شغال فيه ده، ان هو مش في نطاق عمله، هو جاي هو نطاق عمله من اول المصريه ال 35 كيلو اللي بيودوا على طريق البترول، انما ده جاي خدمه لاهل عشان المنطقه ديت خلاص فيها غرز، فهو ان جاي ينقذ الناس. انا دلوقتي انا بطالب الريف المصري بسرعه الانتهاء من الطريق، الخدمات التحتيه، الخدمه البنيه التحتيه، مجمعات استهلاكيه للمكان. انا دلوقتي لو معيش اكل او ميه، انا ما كانش معايا ميه، انا هجيب منين؟ انا رحت محطه التحليه في نفس اليوم اخر النهار، ان انا اجيب ميه، ما معيش ميه
قالوا لي ما فيش سولار واقفه، لكن ما فيش بنزين هناك يعني. في صور الريف المصري بعتت لنا صور، في صور دلوقتي، في صور انا رحت البنزين بتقول ان في يعني في شغل، ممكن الزملاء يطلعوا لنا الصور دي برضه. طب حضرتك في شغل سواء في الطريق تمام، او في ان في مستشفى بتتعمل هناك، او في يعني في حاجات بدات بيشتغلوا فيها. انا مصور معايا فيديو للخدمات، معموله للخدمات في منطقه واحده. انا بيني وبين الخدمات دي ايه؟ 65 كيلو. طب انا بالنسبه لك انت الخدمات دي في مسافه بينك وبينها. طب انا منطقه الخدمات دي يا فندم هي اللي هتخدمني، ولا انا كمان حسب كراسه الشروط ان في مناطق خدميه بتتوزع على المكان؟ طب انا دلوقتي خلاص انت، انا مضيت العقد ومضيت شيكات بنكيه بثمن الارض ب 5,751,000 جنيه، طيب ومطالب بعد 3 سنين ان انا اسد الاقساط. طب انا شهر بيعدي، سنه بتعدي، طب انا ازاي انا هوفي مع الريف المصري بسداد الاقساط وانا مش عارف ادخل لارضي اصلا، في حين ان في عدم التزام من الريف المصري تجاهنا، مفيش طريق. وبعدين في جزء يا استاذ محمود، لكن في ناس، مش في ناس بدات بالفعل في الزراعه هناك الناس بتخسر. الناس بتخسر. اللي بدا ده قطع صفه الرياح اللي عدت دي، كل ما هو ما عندوش مصدات رياح الهواء خد الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. يعني دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، الريف اما ادانا مهله على ما نحفر الابار وعلى ما نيجي نسدد الاقساط، احنا فوجئنا انه حاطط على المهله السنتين دي فايده 5%، حاطط لنا فايده فوائد على فتره السماح، على فتره السماح، على فتره السماح نفسها، واحنا ما رحناش الارض، مش عارفين انا مش عارف اوصل للارض، انت حاطط لي فايده على الكلام ده. طب انت اديني طريق والزمني، انا ما عنديش مشكله. طب احنا معانا مداخله من الاستاذ سيد من المنوفيه. استاذ سيد مساء الخير يا دكتور شعبان. مساء النور، اتفضل. يرجى بس تصحيح الاسم للسعيد العربي. استاذ سعيد العربي، اتفضل يا استاذ سعيد. اولا برحب بحبايبي جاري الاستاذ محمد وهدان. اهلا يا استاذ سعيد، اهلا وسهلا، ونعم بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ سعيد. انا مش لاقي حاجه حلوه بصراحه في المغرق اتكلم عنها او اقول ان في حاجه كويسه هناك. الناس اللي هم ضيوف على حضرتك النهارده، كل واحد فينا من محافظه ومن مكان، اتعرفنا ببعض في محنه ومأساة المغرق. زي رفقاء السلاح كده، احنا هناك رفقاء المعاناه والالم اللي بنشوفه هناك بصراحه. اتفضل يا فندم. مداء الغاز اللي حضرتك بيتكلموا عنه هم حبايبي واصحابي، ده عامل زي المقبره اللي بتبتلع طموح او امال كل واحد عنده امل انه يروح يستثمر او يروح يحاول ان هو يبحث عن ذاته ويثبت نفسه. للاسف في الطريق بيتعثر عثرات، اذا كانت معاه عربيه بتبوظ، إذا كان هو مع نفسه ممكن يضيع، وحصل إن في ناس كادت إن إحنا نفقدها خالص، اللي تعرض للدغ عقرب أو تعبان أو أي حاجة، للأسف ما عرفناش إن إحنا نسعفه. طب أنت أستاذ سعيد طلباتكم إيه؟ طلباتنا إن يبقى في مشروع. طلباتنا كراسة الشروط اللي إحنا أخذناها إن يكون فيها 10% من اللي إحنا قريناه في كراسة الشروط. أفدت يا أستاذ. وإحنا ممكن نصبر شوية على ما يبقى فيه 90%. لكن مفيش اي حاجه هناك. اللي بيروح هناك ده تايه في الصحراء. في العقد بتاع الريف المصري اللي بيجبر الناس على ان هي توقعه، من ضمن بنود العقد ان عاين الشخص اللي هو الطرف الثاني اللي هو المفروض انا عاين الارض بتاعته وعرف معالمها وحدودها وابعادها وان هي تنتفي لكل جهاله، اتحدى ان في حد من الريف المصري ذات نفسه يقدر يحدد قطعه واحده هناك ويحدد معالمها او حدودها. ده صحراء سايبه في بعضها، ملهاش حدود ولا معالم. انا بشكر حضرتك جدا استاذ سعيد العربي، احد منتفعين المغرى من المنوفيه. اتفضل. ممكن بس الفيديو يجي من اوله كده، في ملحوظه التين اللي مرمي ده انا كنت واخده معايا المزرعه 505، انا دي كنت تزرعه وكنت واخده معايا وما عرفناش نوصل بيه واترمى على الطريق. انا جايب ب 10,000 جنيه بالنولون بتاعه واترمى على الطريق. هو مرمي لحد الان، مرمي لحد الان، هو المشروع. هو ده. انا عديت عليه ما وقفتش، انا صورت وانا سايق العربيه. يعني حد شاريه اصلا؟ ده بتاعنا. ده انا واخده ما عرفتش اوصل بيه، رميته. ما هو غرز، ما يوصل بيه ازاي؟ طب انا هطلعه ازاي؟ معانا كمان مداخله استاذ طارق من المنوفيه. استاذ طارق المنايفه مسيطرين. السلام عليكم. صلاة الله وبركاته، اتفضل يا استاذ طارق. معاك طارق وهبي من المنوفيه، قطعه 63. اتفضل يا استاذ طارق. من كتر المعاناة اللي احنا شفناها واحنا بادئين نشتغل،
طبعا مش عارفين ندخل مواد بناء حتى. اشترينا كرفان زي شركات الطرق. ما عرفناش نوصل الكرفان وحطيناه عند شركة الطرق والكرفان اللي احنا جايبينه ب40,000 جنيه اتدمر. انا شفت الكرفان ده. الكرفان اتدمر ما عرفناش يدخله الارض. والكرفان كلفني 40,000 جنيه ده من ضمن الخسائر يعني ده شيء من الخسائر والمصاريف اللي احنا صرفناها بالفترة اللي فاتت. ثمن كرفان زي دوت حرام ان انا ادفع 40,000 جنيه. قلت مش عارف ادخل ميول، مش عارف ادخل طوب، مش عارف ادخل عمال حتى تبني لي استراحه ليا وللعمال نروح نبدا نشتغل. استسهلت وانت في الكرفان ما عرفتش اخش بالعربيه اللي شايله الكرفان. الكرفان ده طوله 12 متر 3 اوض وحمام ومطبخ. للمعيشه لحد ما نبدا الدنيا تدور في نفس المشكله بسبب يدخلني ميول يدخلني اي حاجه ان انا اعرف اشتغل. انا بشكر حضرتك جدا استاذ طارق وهبه. نفس المشكله هو الطريق. انا اعتقد ان الطريق هو شريان الحياه بالنسبه لاي منتفع. طب ممكن الزملاء لو سمحتوا تعرضوا لنا الصور اللي بعتها الريف المصري لينا لعرضها بخصوص الطرق والخدمات اللوجستيه. اتفضل يا فندم. الطريق هو بالنسبه لكم الطريق. نيجي بعد الطريق احنا برضو احنا في حاجات تانية خدمات تانية ما تقلش اهميه عن الطريق زي المستشفى مثلا. عندك حضرتك في هناك حاجه زي الطريشه مثلا كده دي موجوده هناك وبكثره. تمام يعني احنا بنبقى في السكن موجودين هناك وممكن تخش لحد السكن وخش في السكن دي بتموت على طول. بتموت يا باشا ساعتين اتنين ما لحقتش نفسك بالمصل ممكن تموت. وهناك منبهين علينا بكده يعني قال لك خلال ساعتين ممكن تموت مفيش امصار يا فندم. الطريق لو موجود وانا عندي في تاخير شويه في نقطه شرطه في اسعاف في الكلام ده انا اقدر اسعف حتى اللي معايا يعني في طريق يساعدني على الكلام ده. صح انا الطريق ده انك انت هتاخده باخده في 4 ساعات في 5 ساعات انت بتمشي سرعه 20 30 بالعربيه وبعدين العربيات بتتفسخ. ما دي برضو يعني انت بتتكلم انا كمثال العربيه اللي ظاهره للي بيتفرجوا العربيه دي انا صرفت عليها وباين في الفيديو انا غيرت موتور ب 50,000 جنيه بسبب الطريق برضه. لا هو الطريق هو الطريق شريان الحياه. تمام حضرتك الاستاذ محمود بيقول ان في خدمات بيننا وبين الخدمات مثلا والمزرعه بتاعتنا 65 كيلو انا ما عنديش مشكله. لا وفي حاجه كمان ما عنديش مشكله انا بيني وبين جاري كيلو انا بيني وبين جاري صحيح كيلو بس المسافه دي هقطعها في نص ساعه. أيه 65 كيلو اصلا يعني 25 دقيقه تكون طيب. هناك يعني ما فيش مشكله. هو الطريق الشريان يعني الشريان اللي بيغذي الحياه لكل المنتفعين هناك حاليا. بعد كده بقى بالنسبه للاستاذ شعبان انا كخط تجربه يعني بالنسبه للزراعه هناك احنا زارعين في قطعه 3 اول قطعه هناك والريف المصري راح وشاف الكلام ده على ارض الواقع. بنينا البيت اللي هو الاوبب اللي هو طبعا مكلفيننا بيه عشان يبقى نموذج الريف المصري نظام ريفي يعني. تمام ومشينا على كل المواصفات اللي هم مدينها احنا عندنا اشتراطات بننفذها من الكراسه وزرعنا وواجهنا مشكله اكبر في هناك في بالنسبه للطاقه الشمسيه دي بتكلف مبلغ جامد جدا. احنا عاملين طاقه هناك تروح حوالي 70 فدان دي متكلفه 700,000 جنيه. تمام زائد الزراعات هناك طبعا الجمال بتاع العرب والكلام ده كله بيخش على قلب المزرعه ممكن اللي احنا عملناه وبنيناه كله يبوظوه. مثال برضو كنا زارعين هناك اللب الكاوتش اللي هو بتاع البطيخ خلاص هو في نهايه الحصاد بتاعه يعني خلاص هنحصد الجمال دخلت عليه برضو بوظ. طب ما فيش سور ما فيش جبنا سلك شايك وعملنا حوالين المزرعه والقصه دي بس برضو يعني دي مش يا فندم حضرتك اي حد من الناس دي يقدر يعمل يصور بجزورين ويعمل كل حاجه. العماله في التوقيت اللي ما فيهاش طريق دي والتكلفه يعني مكلفه على الناس جدا بخصوص العماله حضرتك والطريق. انا لما باخد عربيه ربع نقل مجرد ان انا رايح انقل اي حاجه بسيطه جدا بتطلع من بعد الفجر مباشره علشان توصل المزرعه ما تلحقش تعمل حاجه وتتحرك من هناك عشان الجو ما يضلمش عليك ما بتلحقش تعمل حاجه وبتصرف 10,000 جنيه في اليوم عشان العربيه. احنا معانا كمان المستشار عبد العاطي صالحه احد المنتفعين والمستثمرين بالمغره. سياده المستشار اتفضل. انا اسف يا استاذ شعبان كان المفروض ان انا اكون ضيفك النهارده بس مفيش مشكله مفيش مشكله اتفضل يعني معلش انا اسف. اولا برحب بالاخ محمد رماح والاخوه الاعزاء. اهلا بيك يا سياده المستشار. اتفضل يا سياده المستشار. اخواتي الصغيرين او اولادي
اتفضل يا فندم. وانا مقيم في المغرى. مقيم هناك؟ مقيم في المغرى بقالي سنه. احنا كمان احنا معانا يعني احنا معانا صور للريف المصري. وانا بقول لك باختصار. اتفضل استاذ شعبان. اتفضل مع حضرتك. واسمح لي ان هذا المشروع اللي هو مشروع الرئيس الانتخابي اللي احنا خرجنا ثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. ولكن اصطدمنا، يعني انا كرجل فوق ال 67 سنة اصطدمت بالواقع المر اللي احنا عايشينه. اولا في اسئله كبيره جدا حد من المفروض يرد علينا ويجاوبنا. تمام. دي ارض مصر واحنا مصريين، لم نمنحها كده من غير فلوس، ده احنا دفعنا 5 مليار جنيه. سواء دفعنا المقدم اللي هو ال 15% او ال 85 اللي احنا ماضيين شيكات ومهددين بفسخ العقد في اي وقت من الاوقات. تمام. هذا الكلام يجب ان يقابله دوله تؤدي ما اتفقت عليه مع المواطن حتى لا يفقد المواطن الثقه في الدوله. الحاجه الثانيه، ما هو يا سياده المستشار، ما هو الواقع؟ هل دخلت الخزينه العامه يا استاذ شعبان؟ اتفضل. ايه؟ الفلوس اللي احنا دفعناها دخلت شركة الريف المصري الحديث، شركة مساهمة تابعة رأس مالها لبعض الوزارات زي الصناديق الخاصة. يعني مش داخلة الميزانية العامة للدولة. عشان أقدر أطالب الدولة أنا بطالب الريف المصري. الريف المصري ما عندوش جهاز فني. احنا يا سيادة المستشار احنا مش معانا 10 ثواني لحضرتك تقول فيهم ما هو الواقع اللي اصطدمت بيه في المغرى. أقول لك الواقع المر. فضل. أولا مخالفة كون ان انا خالف كراسة الشروط اللي رد الايجاب من المواطن تم بناء عليها، يبقى ده خدعة وكذب وقشر. اولا لا مستشفى حليني بقى بعد 3 سنين. ولا اسم شرطة، يعني مفيش سلامة صحية، مفيش سلامة امنية، مفيش خدمات لوجستية، حتى جمعيات الزراعية مش عارفين نعملها. انت عارف النهارده انا شاري كل الاسمده والكيماويات بتاعتي بالسوق السوداء. ده زائد تكلفه النقل، يعني عشان اشتري ب 20,000 جنيه كيماويات من المفروض بشتريها من الجمعيه ب 7,000 جنيه بشتريها ب 20 وانقلها ب 10. هذا الكلام دمار وخراب بيوت. يعني يا ريت، احنا بصرفنا الملايين في الارض. تمام يا سياده المستشار، انا بشكر حضرتك جدا المستشار عبد العاطي صالحه من المغرى، شكرا جزيلا لحضرتك. معانا كمان استاذ عبد الحكيم من الاليوبيه. اتفضل صاحب حكيم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل بس علشان الوقت. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على ضيوفك الكرام. اهلا بك يا فندم. يا فندم انا مشترك في قصه ارض هناك في المغرى عندكم. وبقالي سنتين ودفعنا الدفعه الاولى ولا عملوا طريق ولا عملوا اي حاجه، وكنت هناك من شهر 7 اللي فات ده. كنا بنجرب البير وتعبنا جدا من المشوار. يعني ما اقولكش احنا يعني عمل ايه الدوله، احنا عايزين نطالب الدوله عشان تعمل لنا الطريق. اهم حاجه الطريق، اهم حاجه عشان لما نروح نخدم ارضنا يبقى في طريق نجرع. انا بشكر حضرتك استاذ حكيم. احنا انا عاوز تعليق بس من استاذ حضرتك على الصور اللي بعتتها الريف المصري. الصور ديت يا فندم صور الخدمات دي حقيقة موجوده صح؟ دي حقيقيه وانا مصورها على موبايلي. بس انا استفدت من دي ايه؟ هل هي اشتغلت؟ ما اشتغلتش. لكن في حاجه شغاله، في حاجه شغاله يا فندم. الطريق يا فندم، الطريق بخصوص الطريق، انا اخدت مقاول، انا كنت رايح ابني استراحه ليه، اخدت مقاول اتفق معايا على سعر، مجرد ما راح شاف المكان قال لي انت ما عندكش طريق على عليا السعر. يعني انا الطريق ده بيكلفني. بص يا فندم، اذا هو طلبكم المشترك كل الناس بتتكلم في الطريق. رقم واحد الطريق يا فندم. الخدمات دي كلها لو اشتغلت عندي بعد كده، الخدمات دي كلها لو اشتغلت وشغاله بالفعل، وانا بيني وبينها 60 كيلو 65 كيلو ما لهاش لازمه بالنسبه لي يا فندم. هوصلها في كام؟ ولو عندي حد دي. لو عندي حد مريض بيني وبينها كام كيلو؟ 30 40 كيلو. يعني انا اروح افول عربيتي علشان ارجع، ده على خط الغاز، على البترول، علشان اروح افول منها على بال ما اوصل مزرعه البنزين خلص.
انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمود سلامه واستاذ محمد رماح. شكرا. لا بنشكر حضرتك طبعا وبنشكر القناه على توصيل صوتنا للساده المسؤولين، وان شاء الله صوتكم نتمنى الاهتمام بالمشروع. رجاء احنا بنطالب فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يتدخل في هذا المشروع ويتدخل في منطقه المغره والاقساط وطبعا في الاقساط، علشان احنا كان عندي احنا طبعا طموحنا عالي طبعا في سياده الرئيس ان هو لما بيقول للشيء هتعمل هتعمل، والطرق بالنسبه للطرق دي واحده بس احنا عشان الوقت انتهى. احنا في حوالي 7000 طرق جديده معموله في مصر، 7000 كيلو طرق، 7000 كيلو، وفي 5000 كيلو طرق معمول لها صيانه. فهو كل اللي محتاجينه في المغره الطريق الطرق الرئيسيه والطريق والطرق الفرعيه اللي بتدخل للمزارع حوالي كل اللي هناك 900 كيلو طرق، يعني ما يجيش 1% او اقل من 1% بالنسبه لمساحه الطرق اللي اتعملت في مصر. شكرا جزيلا استاذ محمد رماح. احنا حاولنا نجيب رد الريف لكنه مكتفوا بالصور. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، ونتمنى يكون في استجابه من سياده الرئيس ومعالي سياده مجلس الوزراء. ان شاء الله انتظرونا الخميس المقبل التاسعة مساء، ومعكم شعبان بلال.